بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كذا. سنحلق في الاستشارات الأسرية، وأنا دائما أقول بحر لا ساحل له. نعم. اتصل بي أحد الإخوة يوم الأيام وقال ابنتي متزوجة من حول 11 سنة أو 12 سنة، ما شاء الله، والزوج صارت بيننا وبين الزوج مشكلة. نعم. ولا يبغانا، فأنا دائما أحب أني أسمع من الزوجة أو من الزوج، لأنها كأنها واسطات. قلت يا الأجودي خل ابنية تكلمني، قال لا خلني بوضح لك بعض الشيء. قلت تفضل. قال هو ترى سلمك الباري البنت موظفة واحتجت مبلغ من المال وعطتني إياها أنا أبوها وصارت المشكلة. قلت خلاص جزاك الله خير، خلاص خل بس البنية تكلمني. كلمتني البنت اللي هي بنت عاقل ومدركة، قالت سبحان الله العظيم أنا متزوجة من رجل حبيب وطيب وعلاقتي أنا وياه جميلة، وقدر الله بيني وبينه ثلاثة بنتين وولد ولدين وبنت، الشاهد أنه لكن سبحان الله طلبني أبوي مبلغ من المال وأنا موظفة، جته يعني ضائقة وقال يا بنيتي أنا يعني أبوها متقاعد وعندي ضائقة. فسمع الزوج بهالأمر قام اتصل على أبوها، قام اتصل على أبوها وكأنه ينسفه، ترى يا خال ما يصلح الكلام والأمور المالية ما تصلح والقروض وكلام طويل عريض. قال جزاك الله خير، بس يعني زي هذه بنتي يعني أنت شو يعني وش لك دخل في هالأمور؟ بس يقول ما يقول رفعت نفسي عني أقول لها الكلمات. سبحان الله العظيم شدت علي الضائقة، قالت البنت ما عليك منه يبغى أنا شو اسمه أباخذ قرض، وكانت وظيفتها يعني حليلة، فأخذت القرض سلمكم الله وعطتها أبوها برا منها اللي أبيها. نعم. درى الزوج جن جنونة، تلعبون علي تستغفليني ليش كذا وش هالكلام؟ قالت يا ابن الأجاويد أنا برا بوالدي، يعني أنت الآن لو أبوك يطلب منك شيء أو أبوك يبغى منه شيء أو أمك ما أنت برايح تعطيهم فلوس؟ ألا. قال ها بس ما أدري ما أقترض. قالت من وين بتجيب؟ من السماء؟ المهم تقول أنا وإياه حاولت أني أركد الأمور وركدت الأمور، لكن سبحان الله العظيم الرجل صار لا يسلم على أمي ولا يسلم على أبوي، ويجي يحطني عند الباب ويروح أو يقول روحي مع السائق، كبر قلبه عليه. اي فيقول مسألة يعني طالت المسألة وتعبت نفسيا، حتى عيالي بعض الأحيان يقولون إذا طلعوا بابا جاء، الولد الكبير الظاهر في ثالث أو في رابع بابا جاء، يقول صار يروح أو إنها إذا فصارت تكون يعني مشكلة، حتى عيالي دروا عن هالمشكلة. الله المستعان. فيقول تقول سبحان الله العظيم، فكلمت واحدة من قريباتي قالت خذي عيالك ها وروح البيت هلس خليه يتأدب. صارت عاقلة هي، ضربت فرامل ما، فاتصلت بي وصار بيني وبينها النقاش. قلت ليش ما أخذتي برأي هذا شو اسمه رأي قريبتك؟ قالت والله ما أدري أنا يعني تراودني نفسي إني أخذ. قلت تصدقين لو أخذتي بهالرأي ترى أنا وريقتس على طول بيرسلها. قالت ليش؟ قلت لأن الرجل الآن مو بعاقل، والدليل على ذلك أن الآن المفروض أنه يشجعس على فلوس اللي عطيتيها بيت، المفروض يقول هذا من البر يا زوج الله يجزاك خير. الرجل الآن كأنه يعيرس الآن بالمبلغ. قالت طيب وش تشور علي؟ قلت أشور عليك تحاولين بقدر ما تستطيعين شوفين تقول خلي يدخل بيناتنا مستشار أسري وانت تشوفين تابعيننا. قالت والله تابعكم والوالد يتابعكم والأهل يتابع. قلت طيب ممتاز. قالت خلاص بشوف. سبحان الله العظيم اتصل علي الأب كأنه متنكد من الوضع ولا هو بصغير يعني، لكنه صحيح صغير في الستينات. قال وش رايك أنا كلمت أبوه. قلت وش كلمت أبوه؟ قال لا والله أبوه عنده خبر، صرت أتواصل مع أبوه بس وأزور أبوه فقط لا غير. قلت تبي نصيحة لوجه الله؟ قال لي قلت اترك الزوجة مع زوجها،
مدام الزوجة الزوج ما يرد ما يمنع الزوجة تجي لبيتكم خلاص. اتصلت علي مرة ثانية قالت أنا سمعتها بعض المقاطع وكأنه لاين إنه نكلمك بس إنه ما. قلت تبين نصيحة؟ قالت قلت استمري على ما أنت عليه وأصلحي مع أهلك. أما هو إذا تكلم قالت تضايقت حتى عيالي الآن فتعبنا الآن نفسيا. أنا أقول يعني من هذه الاستشارة ومن هذه القصة أنا أقول للأزواج للزوجة وللزوج إذا احتاجوا والديك من باب البر من باب البر أنك تتقي الله عز وجل وتعطيهم المقسوم. نعم. وأنت يا الزوجة أنت ثم أقول للزوج المفروض الزوج يتعقل المفروض تعينها ما صح. تكبر المسألة وتقول ها أنتم لعبتوا علي أنتم سويتوا. أنا سبحان الله العظيم أستغرب أين العقول لكنها ترانها أمور ولله يعني قلة هالناس يعني تولى ولله الحمد والمنة والفضل في هذه البلاد المباركة الناس كثر في برهم بوالديهم. فنسأل الله أن يصلح القلوب ويستر العيوب ويجعلنا وإياكم مباركين بعزته وجلاله وفضله. وبشركم راكدين الآن عسى الله يتمم عليهم بس. الله يتمم لهم خير يا رب العالمين ولا يفرج زوج عن زوجته يا رب. والله يجزاك خير أنت بعد على الكلام العقلاني اللي يهدي النفوس. وأكبر غلط بحاجتين هل اللي يصف العلاج لحد وهل اللي يوصف للواحد بينه وبين زوجته أو بينها وبين زوجها وهو ما عنده علم. إذا قال لك أحد شيء استعلك بمستشار أسري اسأله. أما قالت خذي عيالك وروح البيت هالك خليه يتأدب يتأدب ما هو ولدك هو عشان يتأدب هذا بيده عصمتك يطلقك مع السلامة. أنت تأدبين ولدك تقومين تطلعين البيت هالك تخلينها عند أبوه الحالة لين يتورط هذا هو. لكن الرجل اسمه ما هو مكان تأديب إنك تأدبين. لا لا ممكن تعامل معاه أنها تستقيم في بيتها زي ما هي وتثقل شوي يعني بالتصرفات تثقل شوي وما تطرها لها وما تطري قرض والدها وما تطري وما تطري وتستمر على ما هب عليها. وش رأيك أبو عبد العزيز؟ هو صحيح كلامكم عين العقل. هو سبحان الله العظيم بعض الناس ما يرجح المصالح والمفاسد. أي نعم. لذا في مثل من قديم يقول من أجل عين تكرم مدينة. أنا أسمع قصص الآن من بعض كبار السن اللي يتصلون بي وهذا تقول أنا صبرت على عيالي وصبرت وصبرت ونلت ولله الحمد الخير ما شاء الله. الآن مشكلة بعضهم لا ما يكلم أهلي ما يسوي هذا أنا أوريك فيه ما يصلح. لذا اعرف من تستشير عز الله. والإنسان يتقي الله جل في علاه صح. ما يتقي الله في الاستشارة نعم. ويسمع من الأطراف يسمع من الطرفين نعم. مو بسمع من طرف واحد عز الله انك مو مشكله وبكيفه اذا ما كلم اهلي بكيفه مو مسؤول عن اهلس ولا هو مسؤول عن بره بهلس يا سلام. يكلم هذا من كرمه وطيبه ما يكلمهم كيف صح ولا صحيح لا. صحيح مش انه ما منعها عنه ما منعت عنهم صحيح. وانت تعيشين في بيتك اما انها ربطه باهلي وسوي لا 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 لا, لا حتى لا تطرين اهلس له صحيح لا تطرينهم له صحيح. عز الله انك صادق. وودنا بعد نتكلم لنا على الموضوع ومواضيع الخير واجد ومنها هالموضوع اللي آلف بين الزوج وزوجته عندنا